اخدك بقى من المنتخب ونروح لمصر المقاصة. بعد فترة ممكن ما تكونش فترة كبيرة، بس هي فترة كافية ان انت تقدر تتحسس وتشوف الخطوة اللي انت اخدتها دي خطوة جيدة وفي صالحك ولا لا. بتقيم الفترة دي ازاي في مصر المقاصة لغاية دلوقتي؟ لا طبعا، بص، اولا انا بحمد ربنا على القرار اللي انا خدته دوت والخطوة ديت. هي طبعا كانت قرار صعب جدا، يعني متهيألي اللي قريب مني قوي يحس ان قد ايه القرار كان صعب عليا ان انا امشي من النادي الاهلي، لكن الحمد لله كانت خطوة موفقة جدا وقرار موفق. لعبت 11 ماتش مع مصر المقاصة، أديت بشكل كويس جدا، عملت ريكورد كويس في الماتشات، كلين شيت. فالحمد لله، لا انا خطوة راضي عنها جدا ومبسوط بيها، وكان قرار الحمد لله، ويعتبر بالنسبة لي كمان ممكن يكون اتأخر شوية كمان. كنت شايف ان انت كنت ممكن تاخد القرار ده بدري شوية عن كده؟ بس عارف اللي هو ان انا اسيب النادي الاهلي قرار صعب عليا طبعا، لكن لما اخدت القرار ولعبت وشفت حلاوة اللعب وشفت حلاوة ان انت تبقى رقم واحد في فريقك وتبقى موجود بشكل اساسي طول الوقت، لا يعني اتأخرت شوية. السبب الاساسي اللي خلاك تاخد القرار ايه؟ لا انا حسيت ان الظروف بقت صعبة، وكابتن حسام بدري صعب يعتمد عليا من ناحيته هو يعني، فخلاص الفرص كانت صعبه. يعني السنين اللي فاتت كنت بقول ان انا لا انا دايما باخد فرصه، يعني اقل موسم في السنين اللي فاتت باستثناء الموسم دوت اللي هو اللي فات دوت واللي قبليه اللي هو كان مع كابتن حسام بدري، لا كنت اقل موسم بلعب فيه 14 15 ماتش، اذا كان افريقيا دوري كاس بلعب. فبالنسبه لي 14 15 ماتش يعني ليا دور مؤثر مع الفريق، فبالنسبه لي دول كانوا كافيين جدا ان انا اكون موجود وادي بشكل كويس واقول للناس لا في يعني في حارس كبير موجود جوه النادي الاهلي. لكن لما لقيت ان الموضوع بقت انا لا بعدت خالص عن الصوره، مفيش اعتماد عليا، انا لا انا اخدت القرار بنفسي، وانا قلت قبل كده لما احس ان النادي الاهلي مش محتاجني ساعتها انا هاخد القرار.